بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن مراجعة هذه السماعة من شركة شاومي الصينية. طبعا هذه السماعة تعمل عن طريق البلوتوث، فيمكنها أن تقترن مع أي جهاز يحتوي على البلوتوث. كما ترون أن الكرتون حجمها صغير، ولذلك سوف يخرج هي أيضا حجمها صغير جدا. نفتح الكرتون على بركة الله. بسم الله. ها هو الكتالوج كما ترونه باللغة الصينية لمن يفهم اللغة الصينية، فيمكنه أن يقوم بمراجعة هذا الكتالوج. طيب، وها هي السماعة كما ترونها أمامكم، حجمها صغير جدا 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 كما ترون. ها هي السماعة من الأمام. ها هو السمك كما ترون، السمك صغير جدا، وأيضا هنا كما ترونها. طيب، وها هنا من الخلف. طبعا هنا زر التشغيل، أنا مشغلها. طيب، سوف أقوم بإغلاقها بالضغط المطول. الآن تم إيقافها. هنا مدخل USB أو تأتي بكيبل أو سلك الجلاكسي، وتقوم بشحن هذه السماعة من هذا المنفذ. طبعا مكتوب هنا أنه 300 ملي أمبير، وهنا كما ذكرت زر التشغيل والإيقاف. سوف نقوم بتشغيلها الآن. كما ترون هنا خرجت لمبة زرقاء، والآن تعمل. طبعا تعمل مع بالاقتران مع أي جهاز يحتوي على الذي أنا قد قمت. تستطيع إذا كان الجهاز لا يحتوي على بتشغيله. كما ترون طبعا في البداية تذهب إلى البلوتوث هنا، فتقوم بتشغيل البلوتوث، فيخرج لك اسم السماعة هنا، فتعمل اقتران معها. طبعا أنا قد عملت الاقتران وما إلى ذلك قبل قليل. وهنا تسمعون الصوت الآن من السماعة، من هذه السماعة كما ترون. الآن سوف أقوم بتشغيله. أن تجعلها تعمل مع الجهاز. الصوت يخرج من نفس السلك. السماعة. كذلك تستطيع أن توقف الصوت. فالصوت واضح ونقي ومرتفع وذا جودة عالية. طيب الآن سوف نقوم بإيقاف البلوتوث لتسمعون الصوت من نفس الجوال فقط. أو تستأنف الصوت بدون الرجوع إلى الجهاز المقترن به. كما سمعتم أن الصوت من نفس الجهاز منخفض جداً. سوف أعود الآن وأفعل البلوتوث. وأعمل اقتران مع السماعة كما تسمعون. بل عن طريقها. طبعا اشتغل وصفاء مباشرة كما تسمعون الآن. وجودته عالية جدا جدا ودرجة ارتفاع. طيب، كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.